عندما يذهب الناس لتهنئة العروسين يقولون لهما بالرفاء والبنين، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما هي التهنئة الإسلامية التي يجب أن تقال في هذا المقام؟ من السنة أن يتقدم الناس بتهنئة العروسين والدعاء لهما بالبركة بناء على التوجيهات العامة بالمشاركة الوجدانية بين المسلمين، أي الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم. ففي سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج الإنسان قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهذا الحديث كما يقول الترمذي حسن صحيح. ويكره عند التهنئة أن يقال بالرفاء والبنين كما ذكره النووي في كتابه الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. فقد تزوج عقيل ابن أبي طالب امرأة ولما ذهبوا إليه ليهنئوه قالوا بالرفاء والبنين، فقال لهم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم. رواه النسائي وابن ماجه وروى أحمد مثله. وفي رواية له لا تقولوا ذلك، قولا بارك الله لها فيك وبارك فيها. يقول ابن الأثير في النهاية الرفء هو الالتئام والاتفاق والبركة والنماء، ومنه قولهم رفعت الثوب رفئا ورفوته رفوا، وإنما نهى عنه كراهية لأنه كان من عادتهم. والخلاصة أن الكلمة معناها جميل لأنها دعاء بالوفاق والبركة بين الزوجين ودعاء بذرية البنين وهو خير، والدعاء بالخير غير ممنوع. لكن قال العلماء بكراهة هذه العبارة لأنها كانت من عادات الجاهلية، وبخاصة الدعاء بالبنين الذي يدل على ما كان عندهم من كراهية البنات. والأولى أن يقال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.